طيب النهارده في احتفاليه وافراح الاهلاويه الحمد لله مستمره، موسم تاريخي، انجازات رائعه، صفقات مميزه فيها يعني اختيارات على اعلى مستوى، ولكن حفله النهارده حفله تتويج، موسم كامل تعبت فيه واديت فيه لازم تفرح بيه النهارده وانت بتستلم درع الدوري من رابطه الانديه المحترفه من مجلس اداره اتحاد الكره امام جماهير النادي الاهلي في استاد القاهره. كل التفاصيل دي واخبار فريق الاهلي، مباراه الحرس النهارده، كولر رغم ان هي احتفاليه هيستعد للمباراه، بيلعب على الارقام القياسيه، عايز يحقق مكسب، عايز يوصل ل 90 نقطه، كل دي اكيد يعني في ذهن مارسيل كولر خلال المباريات القادمه خاصه مباراه حرس الحدود اليوم. كل التفاصيل دي هنعرفها من خلال زميلنا محمد توفيق اللي موجود حاليا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي. محمد مساء الفل عليك. مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخبار المعسكر عندك وانا عارف احتفاليه ولكن في تركيز ايضا للمباراه، الفريق بالكامل، هل اللاعبين حتى اللي بره القائمه موجودين مع الفريق في الاوتيل هيتحركوا معاهم في الاستاد يعني في الحافله لغايه الاستاد، ولا اللاعبين اللي مش موجودين في المعسكر هيجوا على الاستاد على طول؟ يعني كل التفاصيل من خلالك بقى، جماهير الاهلي مستنيه تسمع منك كل الجديد. بص يا حمد، خلينا نتكلم بمنتهى الوضوح. النهارده زي ما انت عارف دي مباراه التتويج، مباراه التكريم، بطوله الدوري العام 43، انت بطل البطوله بارقام قياسيه وان شاء الله تكمل في خلال الثلاث مباريات اللي اولها النهارده حرس الحدود ونكمل في ارقامنا القياسيه وكل الكلام الجميل اللي انت قلته، الوصول ل 90 نقطه، دوري بلا هزيمه باذن الله مستر كولر واللاعبين مصممين على دوت وعايزين يحققوه كمان. لكن الاهم من ده كله يا محمد بقى زي ما انت قلت التركيز. يمكن النهارده قائمه اللاعبين الموجودين هنا في فندق الاقامه هم اللاعبين فقط اللي هيقضوا المباراه، يمكن باقي اللاعبين اللي خارج السكور هيحصلوا الفريق على استاد القاهره، ولكن زي المعتاد اكنك في نهايه دوري ابطال افريقيا، مش مباراه عاديه في الدوري ومحسومه ودوري حسم بالفعل، لا، تركيز تام من اللاعبين والجهاز الفني. ال 20 لاعب او ال 21 لاعب فقط اللي هيبقوا موجودين في قمه المباراه هم الموجودين هنا داخل فندق الاقامه. اليوم ماشي بشكل طبيعي جدا، امبارح يمكن الفريق اختتم استعداده بتمرين قوي جدا، طبعا شفنا مشاهد وداع اللاعب يعني لاعب النادي الاهلي ايمن اشرف اللي خلاص يعني ترك النادي، وان شاء الله نتمنى له التوفيق في اللي جاي. من بعده على طول كان تدريب قوي جدا، شارك في معظم اللاعبين، يمكن كمان التقسيمه في اخر التمرين محمد كل اللاعبين كانوا حريصين ان هم يؤدوا بشكل اكثر من رائع عشان يحجزوا مكان اساسي في مباراه اليوم. عايز اقول لك ان كل اللاعبين الاساسيين خلال الفتره الاخيره دون المصابين موجودين داخل المعسكر، تركيز تام. كابتن محمد الشناوي طبعا كابتن فريق النادي الاهلي موجود في المعسكر ومع بقيه زملائه، تركيز تام نفس يومنا المعتاد يا محمد. طبعا الفريق تناول وجبه العشاء بالامس، من بعدها الجميع خلد للراحه. النهارده برده الصبح الفطار 11 صباحا، فتره اكتيفيشن 12:30 الظهر، ووجبه الغذاء يمكن يعني وجبه الغذاء انتهت منذ قليل، كانت في تمام الرابعه والنصف. اللاعبين حالا دلوقتي كلهم في وضعهم بياخدوا قسط من الراحه عشان بعد كده تبقى المحاضره الفنيه ان شاء الله في تمام السادسه والربع، ومن بعدها ان شاء الله التحرك لملعب المباراه. اليوم العادي يا محمد بتاع يعني لو هتلعب نهائي دوري ابطال افريقيا هيبقى نفس الاستعداد، نفس التركيز، نفس السكواد اللي انت واخده معاك الفندق. طبعا في احتفاليه وكل حاجه، كلمت مع كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره قال لي طبعا الاحتفاليه هتبقى في الاستاد، لكن اللاعبين الموجودين في المعسكر هم اللاعبين اللي هنخوض بيهم المباراه النهارده بكل جديه. طبعا الجهاز الفني واللاعبين عاوزين يحافظوا على السكور كمان بلاعيبه مختلفه في المباراتين، اخر مباراتين في الدوري العام بتكسب نتيجه 4-1، ما بقاش بيفرق معاك المنافس قد ما انت مركز في اهدافك، مركز في فرقتك، مركز جدا في خطتك والشكل اللي بتلعب فيه وبتظهر بيه عشان تسعد جمهورك. والنهارده كمان ان شاء الله جماهير النادي الاهلي اللي تسعد معانا في استاد القاهره بالتتويج باللقب الثالث وال40، طبعا الاحتفالات وكل الحاجات اللي ان شاء الله النهارده تكون تليق باسم النادي الاهلي وطبعا بتاريخ الكره المصريه واللقب او الدرع يا محمد بشكله القديم اللي ان شاء الله النهارده زي ما النادي الاهلي كان اول فريق حصل عليه سنه 48 هو ان شاء الله برده هيبقى اخر فريق يحصل عليه في سنه 2023 و43 لقب يا محمد. انت بتتكلم تقريبا في 65% من اجمالي القاب الدوري العام على مدار تاريخه هي في مكانها الطبيعي في النادي الاهلي بالجزيره. زي ما انا قلت لك تركيز تام، استعداد اكثر من رائع، يمكن الجهاز الفني على طول متعودين عليهم، بيبقى فيها احاديث جانبيه بيبداوا يتكلموا ويتناقشوا اللاعبين كمان. النهارده الجلسات والتحفيز يا محمد انت متبقي ثلاث مباريات زي ما بنقول او اي حد هيتكلم هيقول لك دول تحصيل حاصل، ولكن لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني في النادي الاهلي غير يا محمد، انت بتاخد البطوله الخامسه وعايز تكمل، عاوز تبني، ما عندكش وقت للكلام والاحتفالات، لا انت بتحتفل النهارده وبكره على طول فيها هدف جديد وفي دوافع جديده وجمهور النادي الاهلي اللي عمره ما بيشبع البطولات ابدا يا محمد. طيب في الكواليس كده هل طاهر محمد طاهر استقر على الاحتفاليه النهارده شكلها ازاي ولا لسه ما فيش حاجه واضحه؟ انت عارف طاهر بقى خلاص يعني هو الايقونه الخاصه في الاحتفالات في الفترات الاخيره.
يعني شفنا طبعا محمد طاهر زي ما انت قلت محمد في نهائي دوري ابطال افريقيا، واحتفال جاب العالم كله من الشرق والغرب يعني، وطبعا احتفاله الاخير بالاهدافين اللي احرزهم امام المقاولون العرب. اعتقد النهارده طاهر هيفاجئنا بحاجه جديده، كان انت طبعا عارف ان طاهر بيحب يعمل ده بشكل مفاجئ ما بيطلعش على حد يعني، فنتمنى النهارده انه يحرز، كل لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده ان شاء الله نتمنى له التوفيق واحراز اهداف، ونتمنى ان شاء الله نشوف احتفال جديد بالاهداف، وكمان احتفال جديد ان شاء الله باللقب ال 43. وكمان عايز يعني من ابرز الملامح النهارده في المعسكر هي عوده طبعا لاعبنا الكبير اللي بنعزيه كلنا، ونتمنى يعني لوالده الرحمه باذن الله مروان عطيه، واحد من اللعيبه الرجاله اللي دايما موجوده، ويعني يمكن استقبال اكثر من رائع من زملائه طبعا، سواء في التدريب من اول امس يا محمد، او كمان النهارده في المعسكر ضد قمه النادي الاهلي، وان كله بيتفانى يا محمد. زي ما انت عارف النادي الاهلي طول عمره ما فيش حاجه اسمها النجم، النجم هو الفريق اللي بيحقق بطولات، اللي بيسعد جماهيره وبيحقق اهدافهم في كل وقت. واعتقد النهارده بجانب الاحتفاليه هنتفرج على مباراه ممتعه كمان في الملعب باذن الله. طيب توفيق، اخر سؤال، انا شفت في اللقطات اللي قدام الحصريه من فندق الاقامه محمد الشناوي موجود، اعتقد كده يعني الامور اصبحت جيده بالنسبه للشناوي، الكلام عن ان في مزق او شد ومش هيكمل الموسم، لا اعتقد خلاص الشناوي اصبح سليم بدليل النهارده الموجود في المعسكر. بالطبع يا حامد، كان لنا حديث اول امبارح وقلت لك، قلت لك ان الموضوع خفيف جدا، بس هو الجهاز الفني فضل تغييره اثناء المباراه عشان الاصابه ما تتفاقمش، وكان شد خفيف جدا. دكتور احمد ابو عبله طبعا في اول يوم تدريب قال لي خلاص الشناوي هيتدرب مع اللاعبين النهارده تدريب استشفائي، لانه طبعا لعب المباراه كاساسي، وامبارح شارك مع اللاعبين بشكل كويس جدا. عايز اقول لك ان محمد مش بس الشناوي، اي لاعب موجود في قائمه المباراه موجود في فندق الاقامه بيبقى سليم من الناحيه الطبيه 100%. وزي ما قلنا واكدنا محمد ان الموجودين في فندق الاقامه هم فقط اللاعبين اللي هيكونوا في قائمه المباراه النهارده، بقيه اللاعبين باذن الله وباقي يعني السكواد اللي لعب معانا طوال الموسم ان شاء الله هيكونوا موجودين مع باذن زملائهم في استاد القاهره، وان شاء الله نحتفل كلنا محمد بعد انتهاء المباراه بالفوز وباداء رائع يسعد كل جماهير النادي الاهلي، وباللقب ال 43 وباخر بطوله الدوري بشكلها القديم، وباذن الله كمان السنه الجايه النادي الاهلي يفتتح البطوله بدرعها الجديد كعادته دايما باذن الله رب العالمين. اكيد زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر اقامه النادي الاهلي، وتابعونا النهارده على مدار اليوم على شاشه قناه الاهلي من خلال برنامج السادسه للاستوديو التحليلي، كل الكواليس المتعلقه باحتفاليه الاهلي واستلامه لدرع الدوري اليوم اكيد هتكون فيها لقطات مميزه عبر شاشه قناه الاهلي، ومن خلال زملائنا المراسلين شبكه مراسلين النهارده هتكون موجوده في الفندق وفي استاد القاهره الدولي باذن الله.